أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. أبدأ مع السيد فوزي أوغلو ضيفي في الاستوديو. سيد فوزي، يعني هذا الخرق المبكر جدا للهدنة في حلب، والتي دخلت ربما يعني في هذه الهدنة منذ أقل من يوم، تصعيد هذه الهجمات أيضا، يعني بدل أن تكون مثلا لامتصاص غضب المعارضة لجلبها إلى طاولة المفاوضات مع ضعف ربما في المقابل، ضعف الموقف الأمريكي، كيف نفهم هذه التصرفات وما دلالتها في هذا التوقيت؟ يعني كما نعلم فإن النظام بدأ يعني قصف حلب بهمجية لم ترى لها سوريا سابقة، وذلك بعد انسحاب وفد المعارضة من يعني من جنيف، وذلك بسبب لماذا انسحب وفد المعارضة؟ بسبب أن هناك ليس في هناك أي تقدم، بالإضافة بأن النظام يناور لا ينفذ أي من التعهدات التي قدمها للأمم المتحدة مثل إدخال الغذاء والدواء إلى المناطق المحاصرة وكثير من التعهدات التي إخراج المعتقلين أو يعني على الأقل هي المطالب الثلاثة الرئيسة للمعارضة التي سموها فوق التفاوضية، ولم ينفذ منها حتى ذلك الحين أي شيء، فاضطرت المعارضة أو وفد المفاوض إلى الانسحاب وشرحت وجهة نظرها، وكانت يعني بالحقيقة محقة في هذا بالنسبة إلى الكثير من المراقبين لما يجري في جنيف. لكن ورأينا بعدها هجمة يعني كبيرة جدا ضخمة بقصف المدينة، ليس هناك أي هدف لتحرير أو لاسترجاع الأراضي أو المناطق المحررة من المعارضة، بل هناك قصف للمدنيين بشكل كبير، ورأينا كيف تم قصف المستشفيات وأهمها مستشفى القدس. هذا الذي حدث بالحقيقة لم نرى له إلا بعد أيام ردة فعل من أمريكا، وكأن أمريكا أن تريد أن تعطي درس للمعارضة بعدم الخروج عن طاعتها. أمريكا كانت تريد من المعارضة الاستمرار في هذه المفاوضات التي الكل يعلم بأنها لن تصل إلى نتيجة إلا إذا ضغطت روسيا على النظام، وبما أن روسيا لا تضغط وباتفاق أمريكي روسي، إذن هذه المفاوضات ستستمر إلى ما لا نهاية. هذا المطلب أو هذا يعني الخروج عن طاعة أمريكا بالنسبة للوفد المفاوض جعل أمريكا تسكت عن قصف حلب بهذه الهمجية ولفترة طويلة. هناك المئات من الشهداء من صفوف المدنيين، منهم كثير من المرضى والذين كانوا يعالجون في المستشفيات. بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي وكثير من البلاد الحرة، يعني شعوب البلاد الحرة بما يجري في حلب، اضطر كيري بأن يقول بأن يعني على روسيا الضغط على بشار الأسد لإيقاف هذه المجازر. أوقف بشار الأسد هذه المجازر عندما أمس بدأت هذه الهدنة أو بدأت الرجوع إلى الهدنة أمس، لكن نرى بأن هذه الهدنة بالحقيقة ليست لم هدنة حقيقية كالعادة من قبله. كالعادة كما نعلم دائما النظام يقوم بهذا، يقول بأنه يعني يتابع الهدنة وأنه يوافق الهدنة، لكنه نرى بأن هناك دائما خرق واضح من قبله للهدنة. طيب دكتور أسامة الملوحي، يعني وفقا لما ذكره هو السيد فوزي أوغلو، يعني كيف يمكن أن نفهم أن المجتمع الدولي حريص على جلب المعارضة لطاولة المفاوضات بينما هو لا يحترم الهدنة وفي نفس الوقت يقصف ويدمر ويقتل؟ هل هي سياسة العصا والجزرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني نحن نركز كثيرا على الكلمات المجتمع الدولي، ونحن ليس لدينا مجتمع دولي. إذا حللنا المجتمع الدولي سيكون عندنا إرادة أمريكية وإرادة ربما روسية، ولكن هناك هيمنة للإرادة الأمريكية، وأمريكا اليوم تقترب من أن تكون عدوة بالكامل للشعب السوري أو للسوريين المنتفضين. الثوار السوريون اليوم أمام مشهد واضح يعني جلي بين بأن أمريكا عدوة، لأنها تتفق، يعني أنتم لم تشيروا إلى نقطة هامة للغاية أشار إليها أسعد الزعبي منذ يومين عندما قال بأن أمريكا تزود روسيا بمعلومات وافية وتنسق معها عملياتيا ومعلوماتيا بخصوص كل الفصائل المرتبطة
مجبرة بغرف الموم والموج، هذه الغرف التي اضطرت الفصائل للتعامل معها من أجل الحصول على الحد الأدنى من الدعم، وأنتم تعلمون تفاصيل ذلك. لذلك أمريكا اليوم تمارس دور يجبرنا على سلوك طريق إجباري سأتحدث عنه الآن. يعني أمريكا تضغط على الفصائل المرتبطة بالغرف وتمد العدو روسيا والنظام بمعلومات عن هذه الفصائل، وأمريكا تنسق لضرب هذه الفصائل في النهاية واستنزافها. لدي معلومات خطيرة جدا عما يجري، وأنا خرجت اليوم من ريف حلب الشمالي وشهدت مؤامرة كبيرة تجري على كل الفصائل التي تحارب حتى تنظيم الدولة داعش بإشراف أو بتمهيد جوي أمريكي. نعم. هناك تجري تفاصيل تستنزف كل الفصائل، وكأن أمريكا لا تريد حسم وإنما تريد استنزاف كامل لهذه الفصائل. أمر آخر، يعني هذه الضغوطات على الفصائل تجعل الجميع اليوم يفكر، وأنا أقول لك بكل وضوح الجميع اليوم يفكر بأن ينتمي إلى الفصائل التي تدرجها أمريكا بأنها إرهابية، وأنا هنا أعني الفصائل الإسلامية التي اليوم هي في حصانة أمنية، بمعنى أن هذه الفصائل أمريكا لا تستطيع أن تعلم ما عندها من إمكانيات، لا تستطيع أن تعلم توقيتات هجوماتها، وهذه الفصائل بالتالي لديها القدرة على العمل ليس فقط المستقل وإنما على العمل. يعني لماذا أسامة، يعني لماذا يفكرون بالانتماء لهذه الفصائل؟ ألا يعلمون أن كل هذه الفصائل مستهدفة من الجانب الأمريكي؟ ليس هناك أحد بمعزل عن القصف الروسي أو الأمريكي أو طيران النظام. هناك تبادل أدوار، كل الفصائل التي تقاتل، وأنا أقول بعبارة أن أهل السنة العرب الذين يقاتلون النظام والميليشيات، طبعا عدو داعش اعتبرناها عدو لسبب أنها أدارت البندقية يعني باتجاه الفصائل التي تقاتل النظام، نستثني داعش الفصائل التي هي النصرة وجند الأقصى والأحرار وحتى فيلق الشام، وكل هذه الفصائل اليوم هي ذات طابع إسلامي واضح، الجميع يتجه إليها لأنها في معزل عن الإرادة الأمريكية وفي معزل أمني عن التسريب الذي يعني تتقصده الإدارة الأمريكية وأن تسرب معلومات. لذلك تجد أن العمليات التي تقوم بها هذه الفصائل عمليات ناجحة، والجميع اليوم في حلب، أنا أقول لك وأنا قادم من حلب أقول لك الجميع يطمئن إذا كان هناك فصيل إسلامي يستلم منطقة ما، وبالتالي الجميع يطمئن في هذه المنطقة إلا أن النتيجة لن تكون إلا إلى خير. واليوم أنتم لم تسلطوا الضوء على البطولات العظيمة التي تجري في ريف حلب الجنوبي في خان طومان وما حولها، أهداف كثيرة حررت. ذكرنا هذا في بداية الأحداث، عرض الأحداث يا دكتور. نعم، أنا لم أشهد الجزء الأول. طيب. من برنامجكم، ولكن هذه العمليات التي لدي تفاصيل عنها مبشرة للغاية وتدل على أن العدو، وأنا أقول العدو هنا الروسي والأمريكي والإيراني وحتى الإسرائيلي، كلهم في حلف واحد. يعني الجميع يتكلم اليوم على الأرض بوضوح، حتى الفصائل المنتمية إلى غرف الموم والموج يقولون أمريكا اليوم عدو، ونكاد إذا استطعنا أن نحشد بهاشتاج واضح أكثر وضوح من هاشتاج الجمعة الماضية، بأن يكون الهاشتاج هو أمريكا عدو، أمريكا كانت لكم عدوا فاتخذوها عدوا. طيب، عود إلى السيد فوزي. السيد فوزي، يعني الدكتور أسامة لفت إلى قضية أنا أريد أن أناقشك فيها، يعني قضية مهمة وهي التحول من فصيل إلى فصيل أو الانتماء إلى فصائل إسلامية ترفع رايات واضحة الانتماء والهوية. ألا يشكل هذا يعني في 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 سياق هذه الثورة هذه السنوات، ألم تشكل هذه الفصائل برفعها لهذه الشعارات إشكالية ثورية؟ يعني في البداية الثورة السورية لم تكن يعني من قبل أو يعني لم تكن موجهة أو لم تكن ذات طابع يعني معين. نعم، من أي ذات طابع معين، كانت هي ثورة شعب ضد نظام ظالم. لكن بعد ذلك بدأ هناك يعني بعض الـ 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 الانفصال في الرؤى المستقبلية لمستقبل سوريا، ومنها مثلا من هناك كان من يريد أن يكون هناك دولة إسلامية أو أن يكون هناك خلافة أو أن يكون هناك دولة ديمقراطية أو كذا وكذا. نعم. هذا الحقيقة بدأ يعني هذه بدأت بشرخ الثورة السورية إلى تنظيمات مختلفة. كان هناك جيش السوري الحر واحد فقط، لكن يعني الآن نسمع أن هناك تنظيمات، الآن بدأت أصوات تخرج. نحن حقا نعالج، لا يعني لا ننطلق في كلامنا هذا من تحامل أو خلفيات معينة، وإنما نعالج ونناقش هذا الأمر لتجلية
تفاصيله. ألا البعض الآن بدأ يتحدث وترتفع أصواته بأن الفصائلية بالفعل بدأت تشكل يعني خطر على الثورة، بدأت تفرز إشكاليات ثورية حقيقية على الأرض. هذا الذي أريد أن أصل إليه، لأنه عندما كان هناك ثورة سورية ضد طاغية واحد لم يكن هناك أي مناقشة لمستقبل هذه الثورة، ما كيف ستكون مستقبل سوريا بالمستقبل يعني في ذلك الوقت. لم يكن هناك أي خلاف، لم يكن هناك أي يعني تمزق في صفوف الثورة، لكن من بعدها بدأنا نسمع عن كثير من التشكيلات. عندما نبدأ نتكلم يعني أن هناك فصيل له رؤية معينة، صاحب يعني إيمان معين، تفكير معين، إذن سيكون هناك اختلاف بينه وبين أي الفصائل الأخرى، وهذا سيؤدي إلى يعني في الأول أو في الأخير إلى اقتتال ما بين هذه الفصائل، وهذا ما نراه واضحا في كثير من المناطق وفي الغوطة يعني حاليا بشكل أوضح في الأيام الأخيرة. نحن لا نقول بأنه نحن أو لنقول بالبداية الشعب السوري وبشكل عام بغالبيته شعب مسلم ملتزم. لكن يعني المطالبة بأن يكون هناك يعني ومنذ الآن أي يعني تصور لما بعد سقوط الأسد، إذن سيكون هناك اختلاف، هناك من يريد سوريا علمانية، وهناك من يريد سوريا مدنية، وهناك من يريد سوريا إسلامية والإسلامية إلى أنواع مختلفة. إذن سيكون هناك اختلاف ولن يكون هناك اتفاق لمقاتلة هذا الطاغية وإسقاطه، ومن ثم الاتفاق أو محاولة الاتفاق على ما بعده. هذه من طرف. لكن إذا أردنا أن نقول ماذا يعني الآن، لماذا البعض المنتسبي الفصائل يعني ينفصل من فصيله ويذهب إلى الفصائل الإسلامية؟ نرى بأنه في الفصائل الإسلامية بشكل خاص ليس هناك أي محسوبية، ليس هناك بشكل يعني أتكلم بشكل عام، لا أتكلم يعني تجاه فصيل معين، أي عن فصيل معين، ليس هناك محسوبيات، ليس هناك سرقات، ليس هناك استخدامات لأغراض شخصية. إذن الناس تريد أن يعني أو ترى هذا أنه هو المثل الأعلى وتذهب إليه. هذا أولا. لكن وهناك أيضا هناك مساواة بعض الفصائل، هناك يعني ليس هناك مساواة بين أفراد هذا الفصيل، من يستطيع أن يعني بالعامية أن يمسح جوخ للقائد يأخذ أكثر، تعلي رتبته أكثر، وهذا يعني بالحقيقة أثر جدا. دعني أعود إلى دكتور أسامة ملوح. دكتور أسامة، يعني الحديث الروسي الأمريكي طالب المعارضة بالعودة عن قرار تعليق الجلسات في جنيف مقابل وقف النظام والطيران الروسي لقصف المدينة، هل يؤكد هذا ما تحدث عنه بعض المراقبين من أن التصعيد جاء ردا على انسحاب المعارضة من المفاوضات؟ لا أبدا، لا أبدا. الحقيقة الواضحة الثابتة تقريبا يعني ثابتة هي أن النظام مع الروس مع الإيرانيين يريد حسم عسكري. هذا الأمر نحن دائما هو في الحسبان في المشهد، نعلم ذلك على الأرض أن الحسم العسكري هو الحلم الذي يراود النظام مع الروس والإيرانيين، ربما مثلا بالتدريج، ربما يعني أنت تعلم أن سوريا المفيدة لم تكن حلب من ضمنها. اليوم النظام يعلن أنه سيستعيد حلب مهما كلف الأمر. إذن قضية سوريا المفيدة هي عبارة عن نظرية يعني ليست صحيحة. هم يريدون كل الأرض السورية ربما بالتدريج وعبر مراحل، ولكن هم في النهاية يريدون الهيمنة على كل سوريا لتكون في النهاية أيضا دولة منتدبة من عدة جهات، يعني السيطرة لروسيا ولأمريكا وحتى لإيران طبعا وربما لجهات أخرى. أنا أريد أن أقول أن ما يجري اليوم ليس له علاقة، هناك فصام نكد ما بين الخارج والداخل، ربما رياض حجاب أصلح قليلا من هذا الفصام النكد، يعني الذين يتحدثون ويشتغلون في الخارج ليس لهم علاقة بالأرض على الإطلاق، والأرض لا تبالي بهم على الإطلاق. أنا أقول لك بكل صراحة، ولكن هذا الرجل حقق بعض المكاسب، نعم،
ولكن أقول بوضوح أن قضية ربط ضربات النظام في حلب وغير حلب بقضية إجبار المعارضين للعودة إلى طاولة المفاوضات، هذا أمر أنا أستبعده تماما، لأن الحلم بالحسم العسكري مستمر. وحتى قضية الهدنة والتهدئة التي هي كلمة يعني مصطلح جديد دخل على القائمة، هذه كلها عبارة عن ترتيبات من أجل حسم عسكري لتجميد. لاحظ هناك أمر ملفت، أمريكا قالت اليوم، قالت وكررت ما قالته منذ أيام، قالت أنها ستجبر أو ستتفاهم مع الأطراف التي هي على صلة بها، الأطراف العسكرية، الفصائل العسكرية للمعارضة، ليحدث هناك تهدئة، ليحدث هناك تهدئة. إذن هي من طرفها تستطيع كما تظن أنها تضغط على الفصائل. هناك أمر آخر قاله الأمريكان، أن الأمر في حلب زئبقي ولا بد من عملية فرز. بمعنى هذا الكلام يعني بالضبط الفصائل الإسلامية، الفصائل الإسلامية التي لا تأتمر بأمر أمريكا، نعم، التي تتصرف بإرادة ذاتية وتضرب عندما تريد وحققت نجاحات، والفصائل الأخرى المرتبطة أيضا يعني كثير من أجزائها وكتائبها تعمل مع الفصائل الإسلامية. لدينا واقع على الأرض يعني رغم الخسائر ورغم الشهداء ورغم كل ما يجري، طيب، الواقع يبشر بالخير، يبشر، نعم، بالخير، طيب، للمستقبل البعيد. ابقى معي دكتور أسامة. سيد فوزي أوغلو، يعني دكتور أسامة نفى أن يكون هذا الدعوة، أن تكون هذه الدعوة الروسية الأمريكية من أجل عودة المعارضة إلى طاولة المفاوضات. في على صعيد آخر، يعني إذا لم يكن الأمر كذلك، هل هو مثلا ابتزاز للمعارضة وعدم جدية بالتالي من المجتمع الدولي تجاه هذا المسار السياسي؟ يعني هناك عدم جدية واضحة، هذه ليست الآن ومنذ أكثر من 5 سنوات ليس هناك أي جدية في التعامل مع الملف السوري من قبل الأطراف، وخصوصا تلك التي تسمي نفسها بأصدقاء الشعب السوري. هناك استهتار بدماء الشعب السوري بشكل واضح، يعني هذا ليس الآن ومنذ أكثر من يعني 5 سنوات ومنذ بداية الثورة السورية. لكن هل هو ابتزاز المعارضة؟ المعارضة يعني ليس لديها ما تبتز به بالحقيقة، كل الأوراق بيد أمريكا وبيد الغرب بشكل عام، تبتز هذه من أجل العودة للمعارضة. الآن إذا أرادت أمريكا للمعارضة أن تقدم تنازلات فستجبر المعارضة على تقديم هذه التنازلات. يعني من الذي يزود، للأسف يعني هذا للأسف، من الذي يزود المعارضة بالأسلحة؟ هي أمريكا ومن يعني صفها. أين دعمت أمريكا المعارضة؟ هي لا تدعمها بشكل مباشر، تدعمها عن يعني بالموافقة أو بالسكوت عن دعم بلاد صديقة ومثل السعودية، مثل تركيا، مثل قطر. هي مجرد سكوتها هذا هو بالحقيقة دعم، لكن إذا أرادت أن يعني توقف هذا الدعم فبإمكان أمريكا أن لا تسمح لهذه الدول الصديقة بدعم المعارضة السورية، وعندها ستقع المعارضة السورية وخصوصا المسلحة منها في موقف حرج. أمريكا يعني هي تريد، يعني إذا أردنا أن نتكلم بلهجة الأمريكية، هي تريد أن تدير الصراع ولا تريد أن تنهي هذا الصراع، تريد أن يستمر هذا الصراع ما دام هذا الصراع يعني بالنسبة لأمريكا يخدم مصالحها. ليس هناك أي قرار أمريكي بإنهاء الصراع إن كان لطرف المعارضة أو لصالح المعارضة أو لصالح النظام. هناك هدف أمريكي من استمرار هذا الصراع إلى أن ترى أمريكا الوقت المناسب لإيقافه. إذن لا تريد أن تنسحب المعارضة من المفاوضات، لكنها في المقابل لا تريد المعارضة أن تخسر المفاوضات، لا تريد أن للمعارضة المسلحة أن تنسحب ولا تريد للمعارضة المسلحة أن تتقدم. هناك يعني بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للسياسة الأمريكية حسب ما نرى، هناك مجرد استمرار في نفس المكان، طيب، من دون أي تقدم لأي طرف كان. نعم سيد أسامة الملوحي، يعني سيد فوزي أوغلو قال بأن أمريكا لا تريد أن تدخل في الصراع وإنما تريد أن تدير، وضرب أمثلة على ذلك. لماذا تخشى أمريكا أو لماذا تنتهج أمريكا مثل هذه السياسية في التعاطي مع الصراع السوري أو مع الثورة السورية؟ لا أبدا، أنا أختلف مع ضيفك الكريم. يعني أمريكا تدير، ربما تدير وهي طرف وهي تؤيد
وتدعم وتعطي سلاح أمريكي متطور لقوات البي اي دي، والبي اي دي اليوم لديهم شريط، يعني دولة شريطية مسلحة تمتد من القامشلي وتحاول أن تتواصل مع كانتون عفرين. أنا لدي معلومات عن كثير من الأمور. يعني تكلم ضيفك الكريم عن قضية الدعم الأمريكي، أنا أريد أن أتوقف قليلا لأقول لك أنني قد شهدت أمرا غريبا في الأسابيع الماضية فيما يتعلق بالقتال مع داعش. أمريكا بلا شك تمهد بقصف جوي للفصائل، فصائل بين قوسين المعتدلة، فصائل الجيش الحر، وتمهد لهم بالقصف الجوي، وعندما تدخل الفصائل إلى المناطق التي كانت فيها داعش، ماذا تفعل داعش؟ هي تنسحب ببداية القصف الجوي ثم تعود لتشن هجمات معاكسة عند دخول الفصائل إلى القرى والمناطق التي كانت فيها. لذلك أنت تسمع دائما بكلمة صديق عدو صديق عدو في اليوم الواحد عدة مرات. لماذا هذا السبب؟ درسته بعناية ووجدت أن كل الأدوات والأسلحة التي يمكن من خلالها مسك الأرض هي يعني ممنوعة على الفصائل ومحرومة من قبل أمريكا. أين هذا الدعم؟ هو دعم مضحك للغاية، يعني أن نسميه الناعم، يعني دعم ناعم بطلقات وكذا. هو قال ليس دعما مباشرا، يعني دعم عن طريق دول تسمح به في بعض الأحيان وتمنعه في بعض الأحيان الأخرى، وليس دعما مباشرا بالطبع. لا لا لا، هو ضيفك يعلم وأنت تعلم أن هناك غرفة اسمها الموم، هذه الغرفة تحتكر كل، يعني يمر عبرها كل أنواع الدعم، إن كان السعودية أو قطر أو كل، والجميع يعني مفروض عليه أن يمر عبر هذه الغرفة التي هي بإدارة أمريكية. سأقول لك أمر، يعني في كوباني في عين العرب زودت أمريكا يعني ودعم. طيب يعني سيد فوزي يقول هذا دعم، فضل هذا الموم والموك هم بالحقيقة بإدارة أمريكية. من نعم. الذي يقدم الدعم لهذه الغرف؟ هي البلاد العربية ويعني الصديقة من السعودية ومن تركيا ومن قطر وبلاد عربية يعني وصديقة، لكن من يسيطر على الموم؟ من الذي يدير الموم؟ هم قادة أمريكيين قطعا والكل يعلم هذا. نعم هذا الكلام، لذلك أقول هي لا تدير، هي شريكة وتقود ولها على الأرض أطراف مرتبطة بها مباشرة، فصائل أخرى من الأكراد ومن غير الأكراد متصلة مباشرة إما بالبنتاغون أو بالسي آي اي. أو أمر يجب أن أكمل فيما يتعلق بعين العرب. تفضل باختصار. بعين العرب زودت أمريكا البي دي بمنظومات يعني تفخيخ، بمنظومات ألغام متطورة زرعتها البي دي حول كوباني، وكان لها دور كبير في منع الداعش، قوات داعش من العودة إلى كوباني، وأنتم تعلمون أن المعارك كيف استمرت. هناك يعني أدوات وأجهزة وأسلحة زودت بها البي دي أمريكا، محروم منها يعني الفصائل العسكرية محرومة من هذه الأسلحة، منها مضادات للدروع. أنت هل تعلم أن حتى التاو الذي هو ليس من الجيل الحديث وأنا من الجيل القديم يندر أن تجد في ريف حلب الشمالي مثل هذه الصواريخ المتطورة التي حتى لو كانت من جيل سابق؟ هناك أمور كثيرة حتى في الرصد، في الكاميرات الحرارية، في الأدوات التي يمكن من خلالها مسك الأرض. يعني طيب. حتى في قتالهم لداعش واستجابتهم لأمريكا أن يتفرغوا لداعش، ومع ذلك أمريكا لا تسمح لهم بأن يكون لديهم أسلحة متطورة تمكنهم من مسك الأرض، مسك الأرض بعد تحريرها أو بعد انسحاب داعش منها. طيب البارحة صرحت روسيا سيد فوزي بأنه الأسد ليس حليفا لها، لكنها تدعمه في حربه على الإرهاب. كيف نفهم هذه التصريحات؟ في أي سياق تأتي؟ روسيا لا تهتم بالأسد، روسيا تهتم بمصالحها وبشكل مباشر. روسيا تعتبر الأسد أداة تنفيذ لمصالحها، هي هو ليس حليف، الحليف يكون طرف، يكون هناك على نفس المستوى أو على الأقل قريب من نفس المستوى. هي لا تعتبره أصلا حليف، هو بالنسبة لها أداة، هو خادم عندها ينفذ لها أجندتها التي تريد أن تنفذها في سوريا، ولذلك لا تعتبر يعني بالنسبة لها يعني تستطيع أن توقف الأسد متى تريد، تستطيع أن تحركه متى تريد، تستطيع أن يعني تأمره أن ينفذ ماذا تريد. بالنسبة لروسيا الأسد ليس حليف ولن يكون حليف ولا في يوم من الأيام. بالنسبة ل يعني أريد أن أعلق على كلام الدكتور بأنه صحيح أمريكا يعني بالحقيقة تدعم البي دي، تدعم الانفصاليين الأكراد وبشكل كبير بدعم غير مسبوق
يعني ليس هناك يعني الأسلحة التي تدعم فيها أمريكا إلى الانفصاليين الأكراد في شمال سوريا لا لم يعني ولا جزء من هذا الدعم وصل إلى يعني المعارضة. يعني حتى بلغ بتركيا الحد إلى أن تصرح أنه أمريكا إما تكون صديقتنا أو تكون صديقة هذه الأحزاب. هذا صحيح، لكن في المقابل هي تحصل منهم على ما تريد. هي الآن هناك تقوم ببناء قاعدة عسكرية كبيرة في تلك المنطقة، ولا نسمع أي اعتراض من أن أحد. يعني كما أن هناك قاعدة عسكرية في طرف النظام الروسي، قواعد عسكرية روسية في طرف النظام سمح فيها النظام وأعطاهم لروسيا، الآن في شمال سوريا، في شمال شرق سوريا هناك قاعدة عسكرية صغيرة وبدأت بال يعني ال يعني أن يتم تكبيرها الآن، ويتم إرسال لها الخبراء الأمريكان ليدعموا وجود التواجد الأمريكي. طيب. هناك نعم. هناك نقطة أخرى، هناك الصحف التركية أول أمس قامت بيعني نشر تسريبات عن مسؤولين عسكريين أتراك بأن أمريكا لا تضرب قواعد تنظيم الدولة التي يهاجم منها الجيش الحر والفصائل الأخرى في شمال حلب. أمريكا امتنعت عن ضرب هذه المناطق، يعني تصحيح فقط لمعلومة الدكتور، الذي يقوم بقصف تلك المواقع التي تنطلق منها داعش هو الجيش التركي ومن وراء الحدود. أما أمريكا فلا تقصف تلك المناطق أبدا، أمريكا لا تريد للجيش الحر للتقدم في هذا، وهذا عكس ما تدعيه أمريكا دائما وأبدا. طيب دكتور أسامة الملوحي، يعني كان هناك تصريح اليوم روسي عن أن الأوضاع المناسبة لم تتوفر بعد إجراء مفاوضات مباشرة، مع أن الروس حريصون على المسار السياسي بشكل أو بآخر. كيف يمكن أن نفهم هذه التصريحات والمعارضة نفسها تطلب أصلا هذه المفاوضات في حال تحققت مطالبها؟ يعني هذا إثبات بأن الروس منذ البداية يريدون حسم عسكري ويريدون مفاوضات، ولكن مفاوضات استسلام. يعني كل ما يجري يعني يخبرنا بذلك. أنا فقط تعقيب على ضيفك الكريم، يعني أنا كنت هناك وشاهدت الطيران ينفذ يعني طلعات، الطيران ليس طيران تركي، طيران تحالف. هو لم يتحدث عن طيران، هو تحدث عن قصف من خارج الحدود السورية من الأراضي التركية، قصف مدفعي باتجاه مناطق داعش في سوريا. دعني أكمل يا أستاذنا العزيز، هناك قصف جوي من التحالف وهناك قصف مدفعي مميز من الطرف التركي. طيب. وهذا شهدناه، لا خلاف بيننا إذن على كل الأحوال. ولكن نحن نعلم أن هذا القصف يعني هو عبارة عن يعني غير مؤثر، لأن داعش تنسحب مباشرة قصف، وقلت لك هم يعودون ويعودون بمفخخات جاهزة وبكمائن معدة مسبقا، يعني الضحية فيها الجيش الحر. هناك إرادة أمريكية واضحة لاستنزاف كل الأطراف على الأرض، لاستنزاف الجيش الحر بكل فصل. هذا الاستنزاف نراه بأعيننا، استنزاف له أعداد من الشهداء، استنزاف بشري وللذخائر ولكل شيء وللمعنويات، المعنويات تستنزف هناك. وهناك أمر يجب أن أذكره الذي حصل في عين دقنة، أنا كنت لست فقط شاهد عليه وإنما كنت يعني أحد المشاركين على الأقل بمحاولة منع هذا العمل، لأن هذا العمل يعني كان مستعجلا وكان فيه من التفاصيل ما يخبرنا بوضوح أن أمريكا شريكة في معاداة الثوار الغير متطرفين. يعني الثوار حسب القياسات الأمريكية هم غير متطرفين وهم غير إرهابيين، ومع ذلك فقد كانت هناك لا أحد نعم صحيح لا أحد يسعى إلى نفي هذه الحقيقة. دكتور أسامة ابقى معي، طيب ابقى معي دكتور أسامة. سيد فوزي أوغلو، يعني نحن لا نريد أن نمر على التغييرات التي حدثت في تركيا اليوم دون الإشارة إليها وربطها بالوضع السوري. كيف يمكن أن يؤثر ما حدث في تركيا اليوم من تغير لاستخدام رئيس الوزراء داود أوغلو استقالته من رئاسة حزب العدالة، وأيضا تاليا سيكون هناك استقالة من رئاسة الحكومة ومجيء ربما حتى حكومة جديدة، كيف يمكن أن يؤثر كل ذلك على الوضع السوري بالنسبة للسوريين في داخل تركيا وخارجها في سوريا؟ بالحقيقة هذا يعتمد، إذا أردنا يعني نحلل هذا الأمر، يعتمد على قرار السيد رئيس الجمهورية بالنسبة يعني السياسة الخارجية العامة. نعلم بأنه السيد أحمد داوود أوغلو ومنذ بداية حكم العدالة والتنمية منذ أكثر من 14 عام كان السيد أحمد داوود أوغلو مسؤول
السياسي الخارجية كمستشار له، ومن ثم تحول إلى وزير للخارجية، ومن ثم رئيس للوزراء. إذا كان هناك يعني لا نتوقع تغيير مباشر في هذه السياسة الخارجية بشكل عام والسياسة تجاه سوريا، لكن يعتمد على استمرار السيد، هل سيستمر السيد أحمد داوود أوغلو بتخطيط أو يعني بالتخطيط للسياسة الخارجية استراتيجيا، أم أن سيتم تغيير هذه السياسة بشكل عام. هناك بعض التسريبات بأن السيد رجب طيب أردوغان غير راضي عما وصل إليه الحال في سوريا، عن الطريقة في تعامل تركيا مع الملف السوري، وأنه سيكون هناك بعض التغييرات في هذا الشأن، لكن هل هذا سيكون يعني واضح في القريب؟ أيوة نعم، هذا هي بعض التسريبات، لكن هل سيكون هذا بشكل سريع أم أنه سيأخذ بعض الوقت؟ لا نستطيع أن يعني نجزم بهذا. والآن بشكل خاص، لأن هناك كما نعلم اجتماع ل يعني الحزب، الاجتماع الموسع للحزب في 22 من هذا الشهر، ومن صحيح. ثم سيتم تغيير أو انتخاب رئيس للحزب جديد، وهو سيكون رئيس الوزراء المقبل. يعني في خلال هذا الشهر أو حوالي نهاية هذا الشهر سيكون هناك بعض يعني الملامح لما هل وخصوصا عند تعيين وزير الخارجية، هل سيتم تغيير وزير الخارجية الحالي أم أنه سيبقى؟ إذا تم تغييره فإذا سيكون هناك بعض التغيير. طيب، أريد أن أنتقل إلى المحور الثاني، وهو تشكيل قوة لفض النزاعات بين الفصائل في ريف دمشق، وأسأل الدكتور أسامة الملوحي، من هي هذه الفصائل التي شكلت هذه القوة، وهل لها وثيقة معينة ومحددة تشرح طبيعة عملها؟ يعني أنا لست على اطلاع بسبب وجودي في ريف حلب الشمالي، الحقيقة لست على اطلاع على يعني عدد هذه الفصائل وما هي بالتحديد، ولكن أنا أقول أن الذي حصل في غوطة دمشق هو أمر مفجع للغاية وأمر مخزي للغاية. أنا لدي انطباع الآن أن القادة الميدانيين لكل الفصائل في الحقيقة على الأرض يجب أن يغادروا مواقعهم حقيقة، لأن هذا الذي يحصل في سوريا من المراوحة في العمل المبادئ العمل العسكري يعني يجب أن يتغير، يجب أن يتقدم الصف الثاني ليكون يعني في الواجهة بجرأته بمبادئته. وما حصل من خسائر يعني بمئات الشهداء يعني هذا الأمر كارثي، ويجب علينا كثوار أن نحاسب الجميع، كل من أدار بندقيته باتجاه أخيه يجب أن يحاسب. نحن اعتبرنا داعش عدو لأنها أدارت البندقية، ليس لأن أمريكا تريد منا أن نعتبر داعش عدو، ولكن لسبب بسيط أنها أدارت بندقيتها وأصرت على أن تدير بندقيتها باتجاه من يقاتل بشار الأسد والميليشيات الطائفية. لذلك قلنا عنها عدو، وسنقول عن كل طرف يدير بندقيته باتجاه إخوانه أنه عدو. وأنا أتمنى من كل الفصائل التي خرجت بمبادرة للإصلاح أن لا تكتفي بالقول، وإنما أن تمتثل للآية الكريمة، أن فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، بمعنى أن لا نكون حياديين وأن نرى من هو مقصر ويأبى أن يعود إلى يعني إجراءات صارمة منها أن يغادر الصف الأول. أنا هذا الذي أراه هو مناسب، أن يغادر الصف الأول القيادة بالمجمل، لأن هؤلاء ليسوا ملكا للفصائل، هؤلاء الرجال يعني الجنود الربانيين هم ملك لسوريا بل ملك لكل أهل السنة والجماعة. أنا أقولها بهذه العبارة، هؤلاء ثروة ليس لدينا غيرها على الإطلاق. نعم. يجب أن يحاسبوا بقسوة، ويجب أن يكون هناك انحياز ضد الذي يبغي ولا يقبل بالشروط القاسية التي يعني طيب. يجب تكون. نعم سيد فوزي، يعني ما ذكره الدكتور أسامة مهم جدا، وهو دعوته إلى تغيير مسؤولي هذه الفصائل. هل تعلم أو هل ترى أنه هذه الفصائل لديها من القدرة، من المرونة، من الديناميكية ما يساعدها بالفعل على اتخاذ مثل هذه القرارات وفقا لنظرتها للوضع السوري، أم ترى أن الفصائل لم تبلغ هذا القدر من النضج؟ يعني أظن بأن الاقتتال الذي حدث في الغوطة الشرقية بالحقيقة ليس بسبب القادة، هناك يعني انفصال عقائدي ما بين اختلاف منهجي ما بين هذه الفصائل، هذا الذي يؤدي إلى هذا الاقتتال، وليس يعني بسبب يعني أسباب شخصية قد تكون يعني قد صدرت من القادة. تغيير القادة
الأوائل حسب ما ذكر الدكتور، لن يغير في هذا الانفصال، لن يغير في الأمر شيئا، والله أعلم. بالنسبة يعني الفصائل التي شكلت هذه أو تتشكل منها هذه القوة هي كلها من فصائل الشمال، يعني كيف ستصل هذه الفصائل إلى الغوطة، كيف سترسل هذه القوة يعني للفصل ما بين المتقاتلين لا نعلم، لكن الفصائل التي شكلت هذه القوة هي الجبهة الشامية، فيلق الشام، نور الدين الزنكي، جيش المجاهدين، بالإضافة إلى جيش الإسلام الذي هو جزء من يعني المتقاتلين، طرف من أطراف النزاع، يعني هو من أطراف النزاع هناك. نتمنى بأن يقف هذا النزاع، أن يعني يعود الكل إلى رشده، أن يعني يتم التحاكم إلى هيئة شرعية تفصل. أنا لا أظن أن هناك إمكانية لأن يكون هناك قوة رادعة تردع فصيلة عن يعني أن يتعدى على غيره، لأنه سيكون هذاك في ذلك الوقت سيكون هناك اقتتال آخر. يعني الآن الاقتتال بين فصيلين، عندما يكون هناك قوة رادعة سيكون اقتتال بين القوة الرادعة والفصيل المتعدي، وهذا كما أيضا يعني سيصب في مصلحة في مصلحة النظام. نعم. إذن الأفضل والأحسن أن يعني يتفق الجميع على الاحتكام في كل شيء إلى حكم شرعي أو إلى لجنة شرعية عليا تقبل الفصائل بحكمها بداية، والله أعلم. طيب دكتور أسامة الملوحي، يعني السيد فوزي قال بأنه تشكيل قوة رادعة ربما سيفاقم الأمور أكثر ويتسبب في سفك الدماء، من مهام هذه القوة التي تشكلت هو سفك يعني تجنب الصراعات الجانبية وتجنب سفك الدماء والفصل بين هذه القوى المتقاتلة، إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه القوة في تنفيذ هذه المهام؟ يعني أنا لا أحلل من بعيد، أنا أقول لك وأنا على الأرض أنا أعلم، حتى على أنا على صلة بجيش الإسلام وبفصائل أخرى وأعلم تفاصيل لا أستطيع أن أذكرها على الهواء، وأقول لك لن يجدي أي عمل فيه ترقيع، لأن ما حصل غير مسبوق، غير مسبوق. كنا نفتخر دائما بفصائل الغوطة الشرقية وفصائل الغوطة بالإجمال بأن الاقتتال لم يحصل إلا قليل في حالات نادرة جدا، وهذا الاقتتال الذي يصل إلى مئات الشهداء لا نستطيع أنه بلجنة شرعية بهذه الطريقة اللي ذكرها ضيفك، وأنا على اطلاع وأنا ضمن هيئات شرعية قامت بفض نزاعات كثيرة في مناطق كثيرة وكنا نفشل. أنا أقول لضيفك كنا نفشل لأن ليس بيدنا قوة، الهيئة الشرعية التي تقبل من الأطراف يجب أن تمتلك قوة. أو أين يا دكتور أسامة، عفوا على المقاطعة، يعني أين كنتم تجدون، معلش أنا معك يعني سأدعك تكمل، لكن هناك سؤال حقيقة مركزي، أنت تقول لن تجدي مثل هذه المسائل، هذا يطرح سؤال مهم جدا ورئيسي، هو أين تكمل حقيقة هذه الإشكالية بالنسبة للفصائل؟ يعني ما الذي يجعل الفصائل تتشاجر فيما بينها بهذه الطريقة، بينما هي ترى كل هذا الخطر الداهم يحيط بها على الأرض وحتى من يعني من فوقهم كما يقولون؟ لذلك ما حصل هو يعني كارثة كبيرة، وهو يعني في الزمن الذي نحن فيه يعني الصعب للغاية، جريمة من فعل هذه الفعلة أو من استمر بالاقتتال هي جريمة كبيرة، ولا أقول كلمة أقل من كلمة جريمة. ضيفك قال عن اختلاف في المنهج، أبدا، أنا على اطلاع، يعني على اطلاع كلهم من منهج واحد تقريبا، يعني منهج إسلامي وفيه بعض الخلاف. هل هو تقاتل على الأرض إذن؟ يعني هو عبارة، نعم هو عبارة عن اختلاف بالنفوذ، يعني جيش الإسلام. أنا سألت زهران علوش رحمه الله وتقبله، قلت له لماذا فصائل كثيرة تشتكي منك، يعني أشار إلى قضية أن وحدة البندقية وأن يكون هناك يعني مجموعة واحدة تقاتل العدو هو هذا ما كان يرجوه وما كان يسعى إليه، ولكن حصل يعني أكثر من ذلك، وحصل هناك يعني خلافات وصلت إلى أمور خطيرة. لذلك يعني فقدان الشورى وتشبث القادة بمناصبهم لهذه الدرجة هو أمر أنا أشهده وأعلم أنه خطير ويجب أن يعني يتزحزحوا من مقاعدهم. أقول لك أمر، أننا بحشد وبضغط سياسي ودعوي نستطيع، لأن هناك رموز على الأرض، لا أتكلم عن الرموز التي في الخارج، هناك رموز على الأرض، يعني نستطيع أن جميعا أن نكون يدا واحدة بهيئة شرعية موسعة لديها صلاحيات برضا الأطراف، برضا الأطراف. طيب. يعني أن لا ندخل كشرعيين، أن لا ندخل، وأنا أحد مؤسسي هيئة علماء حمص. طيب. أتحدث وأقول لك أن لا باختصار ندخل وبيدنا قوة.
نعم. طيب فوزي أوغلو، يعني منذ أيام والغوطة تشهد مظاهرات تنادي بإيقاف القتال بين الفصائل، هل ترى أن الحاضنة الشعبية والجسم المدني للثورة قادر على تغيير المعادلة في الداخل وتصحيح المسار في حال حدوث مثل هذه الأخطاء وغيرها باختصار لو سمحت لنا؟ صحيح، يستطيع هذه الحاضنة أن تؤثر على الفصائل المتواجدة فيما بينها، كما يعني تستطيع أن تقف في وجه هذه الفصائل حيث أنها هي التي تحتضنها، هي التي تقدم لها كل الدعم، يعني إن كان من ناحية المأكل والملبس ويعني كل شيء. إذن إذا استمرت، وأظن بأن هذا سيكون في صالح يعني الثورة، تستمر هذه المظاهرات يعني ترهيبا ويعني ترغيبا، أن يكون هناك ترغيب وأن يكون هناك ترهيب، بأنه إذا استمرت هذه الفصائل في الاقتتال فإننا سنسحب كل الدعم الذي نقدمه لكم وستضطر هذه الفصائل إلى التراجع. يعني هذا شيء، لكن من طرف آخر يعني سمعنا كثيرا عن كثير من هيئات المصالحة ما بين الفصائل، يعني لم نرى بأن إذا لم يعني يكون هناك رغبة لدى الفصائل لدى الفصيل بال يعني ال تنفيذ ما تصل إليه هيئة المصالحة فلن يكون هناك أي فائدة من هذا. طيب. نعم. يعني أنا أرى بأن أفضل طريقة لهذا هي يعني استمرار المظاهرات في المناطق في مناطق الاقتتال. طيب. الداخلي. نعم. فوزي زكي أوغلو المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. والدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السوري أيضا شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام. ألتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من برنامج سوري اليوم، في أمان الله. في محرابي يسجد الصمت منتظرا خطوات المصلين، في محرابي أنين تتفطر له القلوب، هنا تهجد الأنبياء وهنا توسدوا صدر الضياء.